مشاهدينا الكرام أهلا بكم. تتأثر البلاد خلال الساعات القليلة القادمة بتكاثر لسحب وسقوط أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح أكثر من 45 كيلومتر في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق. ولإلقاء الضوء على حالة الطقس ينضم إلينا المتنبئ الجوي عبد العزيز القراوي. عبد العزيز أهلا ومرحبا بك، ما هي توقعاتك لحالة الطقس؟ يا هلا اختي وفاء، مرحبا فيكم. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تتعرض البلاد في خلال هذه الساعات الى تكون بعض السحب الرعديه التي دائما يصاحبها رياح هابطه نشطه السرعه تتجاوز احيانا 60 كيلو متر في الساعه، ومن ذلك تبدا باثاره الاتربه المثاره وامطار غزيره وايضا حبات البرد، كما سجلت محطات كثيره اللي تابعه اداره الارصاد الجويه في بعض مناطق الكويت انعدمت الرؤية بسبب الغبار وتجاوزت هطول الأمطار في منطقة العبدلي الزراعية 31 ملي متر في تقريبا ملي متر في أقل تقريبا من نص ساعة. ودائما هذه السحب تتكون محليا بسبب كتل من الهواء الرطب والرياح الجنوبية الشرقية اللي دائما تكون محملة في بخار الماء التي تغذي وتساعد تكون هذه السحب، وخاصة في فترات العصر، ودائما ما تطول إلى فترات طويلة بحدود 45 دقيقة كحد أعلى. نعم عبد العزيز، بالنسبة للغبار ما هي المناطق التي يشملها الغبار؟ طبعا تأثرت في البداية الحدود الشمالية من البلاد في منطقة الرتقة البرية ومنطقة العبدلي الزراعية، وبدأ الغبار أو السحب الركامية تتجه نحو مدينة الجهرة تقريبا من قبل ساعة أو ساعة ونص، انعدمت الرؤية في جال اللياح ومدينة الجهرة، والآن في منطقة الدسمة في مدينة الكويت أيضا الرؤية تقريبا أقل من 50 متر، وذلك بسبب مثل ما قلنا السحب التراكمية أو السحب الركامية والرعدية. والمتوقع في الساعات القليلة القادمة أن راح تتأثر المناطق من صوب القرين وصباح السالم وانت يعني الى المناطق الجنوبيه من البلاد. عبد العزيز، بالنسبه للامطار المتوقعه يعني متى؟ الامطار المتوقعه لا مستمره معنا خلال الثلاث ساعات القادمه بمشيئه الله، في امطار فرص امطار متفرقه في انحاء البلاد، ومن بعد من بعد منتصف الليل تبدا الاجواء بالاستقرار وترجع الرؤية في التحسن التدريجي إلى نهار الغد بمشيئة الله. وخاصة أخواننا أهل البحر ما ننصح بممارسة أي نشاط بحري إلى نهار الغد، وذلك لسوء الأحوال الجوية في الساعات القليلة القادمة. بالنسبة عبد العزيز لمرتادي الطرقات بماذا تنصحهم؟ الأخوان مرتادي الطرقات طبعا من أسباب المطر هناك ممكن تفكك الأسفلت شوي، ففي مادة لزجة تطلع من الأسفلت ممكن تسبب انزلاق السيارات، فننوه الأخوة مرتادين الطرق خاصة الطرق الصحراوية في الأخذ بالحيطة والحذر من الانزلاقات بسبب الأمطار وأيضا الرياح القوية والغبار اللي تسبب كثبان الرملية على جانبي الطريق، فننصح الأخوة بأخذ الحيطة والحذر في من هذه المسائل. المتنبئ الجوي عبد العزيز القراوي، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف العميد عادل الحشاش، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني. أهلا ومرحبا بك عادل، ما هي تأثيرات الطقس على حالة الطرق؟ نعم، أنا بداية شاكر لكم على هذه التغطية السريعة والتواصل مع تلفزيون دولة الكويت ومع قطاع الأخبار بالتحديد، الله يعطيكم العافية. تقريبا الآن يمكن كل الطرق تقريبا يعمها الغبار الكثيف، تقريبا وصل الآن إلى أيضا مناطق داخل العاصمة خيم عليها الغبار، مستوى الرؤية قد يكون متدني شوية، وفي نفس الوقت حتى على مستوى انسيابية حركة المرور أو مستوى الرؤية الأفقية بالنسبة لحركة السيارات قد تكون شوية تحتاج إلى الحذر والقيادة المتأنية والانتباه وأيضا معرفة كل العوائق اللي موجودة في الشوارع. اختي وفاء، انت عارفه يمكن الهواء الشديد الان والرياح القويه خلف وراها بعض الاشجار موجوده الان في بعض الطرقات، يعني في بعض الطرقات باللغونه الان متجهه الدوريات، في بعض قطع من الاشجار، بعض قطع من بعض المخلفات لقد تكون على ايمن وايسر الطرق يعني نزلت الى الشارع، مأثر ايضا على سرعه حركه المرور،
مستوى الرؤية قد يكون متدني. كلنا نتمنى في مثل هذه الأمور ومثل هذه الأجواء، واللي يسمعنا الآن إذا كان داخل البيت يتريث عدم الخروج في الوقت الحالي إلى أن تمر هذه الموجة الشديدة في الرياح مصحوبة بالأمطار. إذا كان هو بالشارع ويسمعنا الآن من خلال الراديو ونقول لا تأنى، حاول أنك أنت تبطئ حركة السير، تنتبه إلى كل العوائق الموجودة في الشارع، لا يعني تتأخر إذا طلبت أي نوع من المساعدة سواء كان إنسانيا مروريا أو أمنيا، تتصل على 112. غرفة العمليات الآن مستنصرة متواجدة حدث السدار، كل الدوريات الآن تقريبا يعني موجودة في التقاطعات والشوارع الرئيسية يتلقون هذه البلاغات، وأيضا للاطلاع على كل العوائق الموجودة في الشوارع، مساعدة البعض أيضا في توصيلهم إلى منازلهم إذا كان فعلا متوقفين على من الطريق وقد يكون هناك نوع من عدم يعني وضوح الرؤية بوصولهم إلى وجهتهم. كل هذه الأمور الآن موضوعة في عين الاعتبار، ووزارة الداخلية الآن يعني مستنفرة متواجدة تتلقى مثل هذه البلاغات، وعسى الله يحفظ الجميع إن شاء الله إلى أن تمر هذه الموجة وترجع الأمور إلى سابق أحدها. نعم، العميد عادل الحشاش، شكرا جزيلا لك.